تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. النهارده هنعمل مع بعض بودره السحلب في البيت باقل الامكانيات من غير دقيق الرز اللي احنا غالبين نفسنا عليه، وكل شويه نقول هنعمل بودره السحلب للاسف ما عندناش دقيق رز. انا لسه هقوم اضرب شويه رز في الخلاط وابوظ الكبه والكلام ده. لا يا ستي، النهارده هنعملها من غير دقيق رز، وصدقيني طعمها حلو قوي. جربي حتى من كل حاجه معلقتين والنتيجة هتطلع معاكي ممتازة جدا. اول حاجة معايا المقادير، سهلة او بسيطة جدا وتقريبا كده موجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا هي ايه النهاردة ونسمي الله على طول. اول حاجة معايا كوباية كبيرة نشا، يعني الكوبايات كلها مقاس بعض عشان خاطر كل نبقى متفقين والنتيجة تطلع معانا مظبوطة. يعني كده تجيبي الست كوبايات اللي عندك في المطبقية وتيجي تحطيهم معايا وتشتغلي على طول معايا. كوباية نشا اهي، كوبايه كامله. لو هنحط دقيق رز هنحط نص كوبايه، دي كوبايه كامله. معايا هنا كمان نص كوبايه كريم جونتيه، معايا هنا نص كوبايه جوز الهند، معايا هنا كمان نص كوبايه لبن بودره ونص كوبايه سكر بودره، ومعايا حوالي معلقتين سمسم، وكمان معايا اربع بواكي فانيليا. لو عندك اللي هي الازازه تحطي منها معلقه كبيره. تمام كده؟ تمام. لو ما عندكيش فانيليا من دي تقدري وانت بتعمليها على النار وانت اللبن خلاص بدا اللي هو يدخل في الغليان، تقدري تحطي الفانيليا اللي هي السايله. تحطي قد ايه؟ تحطي نص معلقه فانيليا سايله، لان الريحه بتاعتها بتبقى قويه قوي. طيب هننفذ الحاجات دي كلها مع بعض ازاي؟ اقول لك تاني المقادير واحنا بنشتغل. اول حاجه هحطها، هحط كوبايه النشا، كوبايه كامله يا جماعه، دي كده كوباية النشا. وبعد كده هحط عليها نص كوباية الكريم جانتيه، كله نص كوباية. يعني عندي هنا خمس مكونات أساسيين، منهم واحدة كوباية واحدة والباقي كله انصاص. تمام كده؟ بعد كده هحط نص كوباية الجوز الهند. الجوز الهند دوت أنا ضربه في الخلاط طحناه. بصي انا همسكهولك بايديا عشان تشوفي، بصي ناعم ازاي عشان ما تحسيش بيه وانت بتاكلي. هوريهولك دلوقتي قبل ما اطحنه في الكبه كان شكله عامل ازاي. دي كده نص كوبايه، بصي ده كده اللي عندي اهو، كان حبيبات كبيره كده ضربتها في المطحنه بتاعه الخلاط اهي. بصي كانت كبيره قد ايه، طحنتها بقت بالشكل بقى اللي انت شايفاه دوت، بقت ناعمه جدا، بقت بودره، عباره عن بودره. تمام كده؟ بعد كده هحط نص كوبايه اللبن البودره، وهحط نص كوبايه السكر البودره. برضو السكر ده اضربيه في المطحنه لو مش عندك سكر بودره. يبقى انا كده حطيت ايه؟ حطيت كوبايه النشا، وحطيت نص كوبايه كريم جانتيه، وحطيت نص كوبايه سكر بودره، وحطيت نص كوبايه جوز الهند، ونص كوبايه لبن بودره. بعد كده بقى هنقلبهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لك ان النتيجه بتطلع حلوه قوي والله العظيم، احلى من ما تحطي اللي هي دقيق الرز، لان دقيق الرز دوت بيتباع في السوبر ماركت بس ممكن يكون مش متوفر جنبينا، بيتباع في الهايبرات الكبيره او في مكان زي كارفور، زي الاماكن اللي هي السوبر ماركت الكبير شويه ومش جنبينا. طب هنتعب نفسينا ونقعد ندور عليه؟ لا، حطي بداله كوبايه نشا. بعد كده هحط معلقتين سمسم، دول حوالي معلقتين. السمسم بقى يا جماعه اساسي في الوصفه دي، وكمان الاساسي جدا في الوصفه دي اللي انت تحطي حوالي مثلا نقول 3 معالق سوداني مجروش او مكسرات مجروشه كده، بيبقى طعمها حلو قوي. بس للاسف انا مش عندي، ولو عندي مش هحطها علشان خاطر الولاد عندي ما بيرضوش ياكلوا السحلب وهو فيه المكسرات. السمسم اي نعم هو ايه، بضحك عليهم كده وما بيبقاش باين. بعد ما حطيت السمسم هحط بقى اربع بواكي الفانيليا، دول كده 2، لو عندك تاني زودي بتدي طعم حلو قوي، ودول برضو 2. بس كده يا جماعه، هي دي بودره السحلب، مش قصه ولا افتكاسه ولا اي حاجه. مع احترامي طبعا للناس اللي بتحطي دقيق الرز، مع احترامي ليها كل واحد او كل شيخ ولطريقه. يعني احنا مش عايزين نصعب الموضوع، عايزين كل حاجه بالنسبه لنا تبقى سهله. ومن تخلص هعمل المكونات تاني، ولو عايزه تضاعفي الكميه بتضاعفي بقى من كل حاجه احنا قلناها، بتضاعفيها على حسب الكميه اللي انت عايزاها. هعبيها دلوقتي في البطرمان، وطبعا هنعملها مع بعض عملي على النار عشان نشوف النتيجه مع بعض. بصي ده بطرمان كده اهو،
انا جايباه عاملاه للسحلب على طول، ما عندي من السنه اللي فاتت، يا دوب غسلته وهحط بقى مكانه. وطبعا لو مش عندك تقدري تحطي في علبه اللي هي بتاعه التلاجة تكون مغسوله كويس، او بطرمان ازاز تكون برضو غسلاه كويس وسايباه كده ينشف لوحده من غير ما تدخلي فيه فوطه عشان خاطر يبقى متعقم. يعني عايزه اقول لك البطرمان دوت بياخد نص كيلو، الكميه اللي احنا عاملينها دي هنشوف دلوقتي هتطلع معانا قد ايه. بصي كده بعد ما حطيتها في البطرمان مالت لي البطرمان الا حته صغيره، يعني عايزه اقول لك كل المكونات ديت والله كانت عندي في الثلاجه، عملت منها بطرمان سحلب. هروح من بره، هروح بره هشتريه مثلا نقول ربع كيلو معدي ال 15 جنيه حاجه زي كده، ومش هتطلع حاجه حلوه زي اللي انت عاملاها في البيت. يمكن كمان اللي انت عاملاها عارفه المكونات بتاعتها هي ايه، واثقه في ضمان الحاجه سواء صلاحيتها لسه جديده او صلاحيتها قديمه، واثقه في كل حاجه انت حطاها. يلا بينا بقى نشوف هننفذ بقى مع بعض ازاي ونعملها عملي على النار. عندي هنا كوبايه لبن، بس لبن ساقع مش لبن سخن، ما تحطيش لبن سخن وانت بتعملي السحلب، اهم حاجه يا جماعه يكون لبن ساقع. ده كده كوبايه لبن، كوباية لبن هحط عليها معلقة سكر، وده طبعا اختياري بتاعك انت، عايزة تحطي كتير عايزة تحطي قليل براحتك خالص، اللي انت عايزاه حطيه. هحط عليها معلقة سكر كبيرة عشان خاطر ما تنسيش برضو اللي احنا حاطين فيها سكر. كوباية اللبن بتاخد قد ايه سحلب؟ بتاخد معلقة ونص سحلب، معلقة هرمية. بصي معلقة بالشكل دوت كده، معلقة وحوالي نص معلقة، اهي نص معلقة، وهتقلبيهم كويس جدا قبل بقى ما تحطيها على النار. تأكدي تماما اللي هي الخليط بتاعك دوت داب مع اللبن علشان خاطر ما يكلكعش منك على النار، لان لو حطيتيه على اللبن سخن او حطيتيه على النار على طول من غير ما تقلبي هيكلكع منك، عشان ما تنسيش اللي احنا حاطين في الخليط بتاعنا دوت نشا. وطبعا حتى لو انت برضو بتجيبيه جاهز برضو ما تنسيش يعني تعملي بنفس الطريقة دي كده، علشان خاطر برضو الجاهز بيبقى نفس المكونات دي كده. خلاص كله ده عايزة اقولك بقى اللي ده الراعي الرسمي في مشروبات الشتاء، يعني اهم حاجة في الشتاء كلها هو السحلب وحمص الشام. ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمص الشام، ادينا هو عملنا السحلب مع بعض، طريقة سهلة قوي، مكونات كلها موجودة في البيت. الناس بقى اللي بتحب تاكلها بالمعلقة يعني قلبيها شوية تاني وهتلاقيها بقت ماسكة معاكي وتقدري تاكليها بالمعلقة، بس هو اسمه مشروب سحلب يعني بيتشرب مش بيتاكل بالمعلقة. بس كده خلاص خلص معايا، يلا بينا بقى نصبه في الكوباية ونشوف مع بعض. بس كده خلاص بعد ما صبيته في الكوباية ده كده شكله، عايزه اقول لك بقى اللي ريحته حلوة جدا، مش قادرة اقول لك قد ايه ريحته حلوة قوي. كمان السمسم اللي احنا حاطينه، كمان جوزة الهند اللي احنا حاطينها وبشرينها او ضربينها في المطحنة مش باينة خالص، لكن مدية ريحة كده حلوة قوي. كمان ده السحلب اهو بعد ما خلصته حطيته في البطرمان، ده كده شكل السحلب قبل ما يتعمل، وده بعد ما خلصته. خلاص احب اقولك بقى اللي ممكن ترش على وشه اي نوع عندك من المكسرات بيبقى طعمه حلو قوي، لكن لما بتدخليه من جوه كده الاطفال مش بتحبه، لكن هو بقى بيبقى اختياري، عايزة تحطي تحطي براحتك خالص. انا هحط عندي هنا، هحط بصي دي كده علبة فيها شوية جوز الهند وشوية كمان سوداني مجروش كده، هحطه فوق الوش بس لما يبرد شوية علشان خاطر ما ينزلش تحت. بس كده، ده كده الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسيش بقى تعملي الطريقة بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، بجد يعني طعمه حكاية، مش قادرة اقولك الريحة قد ايه حلو، اكيد وصل لكم. بس كده يلا قومي على طول نفذي كل الخطوات اللي انا قلتها واعملي احلى كوباية سحلب، واتفرجي على فيلم قديم ابيض واسود وعيشي ذكريات زمان والجو الشتاء الرائع اللي احنا بنموت فيه. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.